ينضم إلينا من العاصمة الجزائر الأستاذ محمد عراب، عضو أمانة العلاقات الخارجية بحركة مجتمع السلم. أهلا بكم إلى استوديو الرافدين. أستاذ محمد، تظاهرات كبيرة شهدها وسط العاصمة الجزائر للمطالبة باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد نفي اجتماع المجلس الدستوري، ما الذي يعنيه ذلك لكم ومدى تأثير هذا على مصداقية دعوة رئيس أركان الجيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الاستضافة الكريمة، تحية طيبة لكم ولجمهوركم الكريم. المظاهرات والمسيرات في الجزائر العاصمة خصوصا وفي كل ربوع الجزائر لا تزال قائمة وهي بشكل يومي. الصحيح أن التجمع الأكبر هو يوم الجمعة من كل أسبوع، ولكن خلال الأسبوع هناك إضرابات في شتى القطاعات السلطة وقطاعات العمال، وأيضا هناك إضرابات الطلبة وغيرها من القطاعات والأساتذة والمحامين وغيرهم. فالحراك في الجزائر كبير جدا جدا الى درجه صارت حتى دعوه جايد صالح الاخيره بتفعيل الماده 100 او 2 صارت كثير من الشارع يراها خطوه متاخره. صار تفعيل الماده 100 او 2 كانت مناسبه قبل بدايه الحراك ممكن، وهي ضروره ايقاف الجنون الذي كان يراد رمي الجزائر به، وهو تمرير عهده خامسه لرئيس غائب، مش مريض فقط، رئيس غائب عاجز عن اداء ادنى مهام البيولوجيه التي يقوم بها اي شخص عادي، فكيف له ان يراس دوله بحجم الجزائر؟ الان الدعوه التي وجهها الجاد صالح قبل يومين تثبت مره اخرى حجم التناقض الموجود داخل السلطه. فحزب مثل جبهه التحرير الوطني، هذا الحزب الذي يراسه بوتفليقه، الذي تفعيل الماده 200 هو ضده اوتوماتيكيا، كيف له ان يقبل بهذه الخطوه وكيف له ان يبارك هذه الخطوه؟ وهو الذي قبل شهر فقط دفع ملف الرئيس بوتفليقه للمجلس الدستوري. هذا المجلس الدستوري الذي الان يريد دراسه عدم قدره الرئيس بوتفليقه على اداء مهامه، قبل شهر فقط من الان بارك واستلم ملف الرئيس واستلم 6 ملايين استمارة للترشح من طرف جماعة الرئيس، وحتى أن كانت هناك فتاوى دستورية تقول بأنه ممكن يترشح من دون أن يحضر، وممكن أن ينتخب عليه من دون أن ينشط قامة انتخابية، بل ممكن حتى أن لا يؤدي القسم الرئاسي بعد فوزه. فالآن نشهد عملية انهيار كبيرة جدا داخل 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 السلطة. الحراك الشعبي ولله الحمد مع هذا الرقي وهذه الحضارة وهذه السلمية النادر حقا اثبت انه ممكن ان يغير موازين القوى بشكل حقيقي وبشكل فعال. الان القوى المعارضه والشارع، الشعارات التي سوف نذكرها غدا او سوف نرفعها غدا، هي تقول بالمختصر المفيد للجيش صالح او لمن يمسك بزمام الامور الى غايه الان في الجزائر، انه نعم الخطوه تطبيق 102 جيده، ولكن تسبقها هذه 4 خطوات رئيسيه او 4 اجراءات رئيسيه. نحن لا نريد ان تسلم السلطه في فتره انتقاليه الى جماعه. مع هذه الدعوه استاذ محمد، نعم، مع هذه الدعوه، نعم، دعوه جايد صالح، موالون كثر من حزب جبهه التحرير الوطني الحزب الحاكم يواصلون القفز من سفينه بوتفليقه واعلنوا تاييدهم للمقترح لحل الازمه. كيف تقرا بدايه هذا التاييد؟ يعني هناك نشطاء يقولون بانه التفاف على الحراك الشعبي الجاري الان في الجزائر. اولا انا اعترض حقيقه على مصطلح ان جبهه التحرير الوطني هو حزب الحاكم. جبهه التحرير الوطني هي جهاز يحكم من خلاله منذ سنوات عديده. جبهه التحرير الوطني لم يبقى منها من الحزب السياسي شيء حتى ممكن نسميه حزب سياسي، فهذه اولا. ثانيا حتى داخل جبهه التحرير الوطني كانت هناك بعض الاصوات وان كانت قاسيه في فتره سابقه التي تقول انه من الحكمه عدم جز او عدم رمي الجزائر الى هذه المتاهه بترشيح الرئيس بوتفليقه لعده اخرى. ركوب الموجه والهروب من سفينه تغرق هذه موجوده في كل الثورات وفي كل المسيرات وفي كل الحركات الثوريه. فالان سفينه الرئيس تغرق، الان كل الناس الذين كانوا يقفون مع الرئيس بوتفليقه هربوا منه ونفضوا ايديهم منه، حتى ويحيى، احمد ويحيى رئيس الحكومه هذا الذي كان قبل شهر ايضا يقول انه مستحيل يكون الجزائر رئيس بعد 2019 غير بوتفليقه، هو يدعوه الان الى الاستقاله ويقول انه الرئيس هو سبب طلاع الجزائر، ويقول على الرئيس ان يستمع لحراك الشعب. خلينا نقول الان هناك انهيار كبير جدا داخل معسكر السلطه،
كل واحد يريد أن يفد بجلده حقيقة من هذا الوضع، كل واحد يريد أن يجد موضع قدم في أي نظام جديد أو أي تشكيلة جديدة ممكن تأتي بعد أيام. كل واحد الآن صار يخطب في ود القائد صالح رئيس أركان الجيش، كل واحد يريد أن يظهر مدى علاقته وقربه من القائد صالح، لأنه الآن القوة الأولى أو المؤسسة الوحيدة الموجودة في الجزائر هي مؤسسة الجيش. فكل واحد الآن صار يرى فيها أنها هي الجهة المتغلبة، أنها هي الجهة التي ممكن سوف تضع النقاط على الحروب في المرحلة القادمة، فكل واحد يريد أن يختم ودها. نعم، كمعارضة جزائرية إلى أي مدى ترون بأن إعلان تطبيق المادة 102 لا يكفي تطلعات الحراك؟ لماذا لا يكون هناك حل وسط للأزمة في الجزائر؟ خلينا نكون متفقين اولا، نحن الى غايه الان حققنا يعني كشارع جزائري وكمعارضه يعني هي جزء من هذا الشارع هذا، حققنا مكاسب كبيره جدا. نحن قبل شهر فقط كنا ماشيين بالسرعه القصوى الى حائط اسمه العهده الخامسه، الان سقطت العهده الخامسه بشكل نهائي، الان حتى التمديد الذي اراد من خلاله جماعه بوتفليقه او المتحدثين باسم بوتفليقه الالتفاف به على الحراك هو ايضا تم اسقاطه من خلال الدعوه الى تفعيل الماده 102. الان نحن نريد يعني الانعتاق نهائيا من نظام بوتفليقه، يجب ان نعرف انه حتى لانه لما نعرف تفاصيل تفعيل الماده 102 تتضح الصوره. الماده 102 بسرعه كبيره جدا تقول على انه على المجلس الدستوري ان يجتمع حتى يثبت شغور منصب رئيس الجمهوريه، ثم بعد ثم يرأس الفتره هذه رئيس مجلس الامه لمده 45 يوما، بعدها يجتمع المجلس الدستوري مرة ثانية ليؤكد نهائيا شغور المنصب، ثم يرأسه أيضا رئيس مجلس الأمة لمدة 90 يوم حتى تكون هناك انتخابات رئاسية. الخطورة هنا أمرين، الأمر الأول هو أن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح هذا يعتبر من أكبر زبانية نظام بوتفليقة، هذا الرجل هو رئيس لمجلس الأمة منذ العام 1997 واحدة. ثم اثنين، الحكومة التي تدير شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حسب الدستور تقول أنها هي آخر حكومة في عهد الرئيس السابق، يعني الحكومة الحالية التي يرأسها رأسين هما نور الدين بدوي ورمض الله عمارة، هذه الحكومة المرفوضة داخليا بشكل كبير جدا. يعني في النهاية نحن لا نريد أن نهرب من بوتفليقة لنجد أنفسنا ضمن منظومة جديدة مش موجود فيها بوتفليقة، ولكن هي كلها صنعت هذا النظام. المعارضة والشارع يطلب أربع نقاط رئيسية، إذا تمت تطبيق المادة 102 سوف نكون كلنا إن شاء الله مع هذه المادة. النقاط الأربعة هذه، أولا وهي استقالة رئيس مجلس الأمة وتعيين شخصية وطنية في محله، ثانيا استقالة رئيس المجلس الدستوري وتعيين شخصية أخرى في مكانه، ثالثا استقالة رئيس الحكومة الحالي وأيضا تعيين حكومة ورئيس قسم في مكانها، ورابعا وأخيرا وهي الأهم وهي تشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات حتى نضمن انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في آخر المطاف. نعم، الأستاذ محمد عراب عضو أمانة العلاقات الخارجية في حركة مجتمع السلم كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.